عايز اقول خبر قبل ما اختم معاك بالسؤال، لو عايز اجابته في دقيقه بقى، انه براون الارجنتيني هو مدير فني، تم تعيينه مدير فني للنادي الاسماعيلي. كان بيقولوا فييرا اللي هيجي وجي مصر فعلا، هو مدرب الوحده السعودي ومساعد مدرب الهلال السعودي سابقا، القيمه الماليه 22,500 دولار هو وجهازه الفني. وكانوا عارضيني جايبين تذاكر السفر يعني قدامنا الفاكس هو على الهوا، حتى تذكره السفر كانوا هم عارضين انهم يجوا على حسابهم. هم اللي عارضين؟ والله ما قدامي مكتوب كده الخبر، بس يمضي 3 سنين. وبتتكلم في رقم 22,000 دولار، يعني ساعات بتلاقي مدربين يقول لك 200,000 دولار، وساعات تلاقي مدربين 22,000 دولار. وهو هو اللي عايز يجي؟ ممكن يبقى مدرب كويس يعني، والله اعلم. وارد، بس السي في بتاعه ايه طيب؟